بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
وبين حميم آن
فيهما فاكهة
فبأي تفاءل